يعطيكم العافية جميعاً ومرحباً فيكم في السيشن المغنيزيوم هيلث بنفيتس. بس حبيت أخبركم أنه حنستنى تقريباً 5 دقائق لبين لا يكتمل العدد ونبلش إن شاء الله.
مرحبا جميعا ويعطيكم ألف عافية. حاب أول إشي أعرف بجميع الحاضرين حاضرين معنا الثاني external session للمؤتمر الوطني الثالث. اسمحوا لي بس من بعد إذنكم أعرفكم عن حالي. معكم زكريا حفيظ، منسق محلي العلاقات الخارجية بجمعية طلاب الصيدلة الأردنية. جمعية طلاب الصيدلة الأردنية هي جمعية غير ربحية وغير تابعة لأي جهة سياسية أو دينية، بتشتغل تحت مظلة الاتحاد العالمي لطلبة الصيدلة الـ IPSF. حاليا هي موجودة بأربع جامعات، اللي هي الجامعة الأردنية، جامعة التكنو، جامعة الشرق الأوسط، والجامعة الهاشمية. نحن حاليا أضخم مشروع للجي بي اس اي تشتغل عليه كل سنة، اللي هو المؤتمر الوطني الثالث اللي بلشت فعالياته قبل أسبوع. خلوني أرحب بالدكتورة ديما أخوزهيه، دكتورة غنية عن التعريف، اللي حطتنا اليوم المحاضرة. هي دكتورة تخرجت تخصص صيدلة من الجامعة الأردنية، وبلشت حياتها المهنية as inpatient pharmacist بالمستشفى الاستشاري، وحاليا هي الجنرال مانجر بمستودع أدوية ثلاثية الأبعاد. اليوم دكتورة ديما حتحكي لنا أكثر عن المغنيسيوم وعن فوائده على الصحة العامة. يعطيك ألف عافية دكتورة، مرحبا فيك في السيشن تبعنا، وتفضلي دكتورة المايك إليك. أول شيء شكرا زكريا، يعطيك ألف عافية. It's an opportunity and أنا صراحة بعتز فيها أنه أكون معاكم اليوم. Thank you so much. اليوم أنا حابة نحكي شوي عن المغنيسيوم وعن المغنيسيوم health benefit. يمكن زكريا ذكر أنه أنا خرجت صيدلة جامعة الأردنية، تخرجت بـ 2011 وعملنا أول own business بـ 2015 اللي هو مستودع أدوية رؤية ثلاثية الأبعاد. المغنيسيوم كان واحد من الايتمز اللي كانوا اوف اور انترست بمستودع الرؤية ثلاثية الابعاد، واللي انا شي عنه اكثر لانه في له يمكن بنفيتس، هاي بنفيتس مش الكل بيقدر بيعرفها او بيعرف انه ايش الادد فاليو اوف مغنيسيوم تو بي وان اوف ذا ايلمنتس اللي ممكن نحكي عنه او ممكن يكون ك او تي سي اوفر ذا كاونتر برودكت في الصيدلية بحياتنا بشكل عام. Magnesium health benefits. شو بتعرفوا عن المغنيسيوم؟ ويمكن أنا حابة يكون شوي سؤال تشاركي، وحابة أعرف إذا في حدا عنده أي informations about magnesium. زكريا معي؟ يس دكتورة أنا معك. أوكي. حالياً فيش حدا رافع إيده يعني. هيك يعني أعرف إنه ما حدا عنده أي information about magnesium. ممكن دكتورة تعيدي السؤال، ممكن ما سمعوه. أوكي. شو what do you know about magnesium؟ في حدا عنده أي معلومة عن المغنيسيوم؟ Does anyone know anything about it؟ هاي دكتورة فيلين نظام، شكلها المايك عندها خربانة أو إشي، بتحكي لك إنه بيخفف ألم العضلات. بيخفف ألم العضلات، بيساعد على إبقاء ضربات القلب منتظمة، مهم للعضلات والأعصاب. أوكي نايس. غزل magnesium is a cofactor in more than 300 enzyme systems. It's true. It has neuromuscular function. Yes, it's true. حلو at least إنه في شوية ك relative information about magnesium well known لل بعرف إنها منيحة لمرضى السكري. Okay. طيب. لو نيجي نطلع على occurrence of magnesium outside the human example in the earth. نعرف كلياتنا انه تقريبا 46% من الـ Earth crust هي عبارة عن oxygen.
لو نطلع قد ايه نسبه المغنيسيوم اللي موجوده بالارث as an example راح نلاقي انه 4% هو عباره عن مغنيسيوم which is considered to be the eighth most common element بالcrust of the earth ومينلي tied up with other mineral deposits بنلاقيه كثير tied up مع other minerals. لو نيجي نطلع على our human body نيجي بنلاقي انه 25 جرام من جسم الانسان هي عباره عن مغنيسيوم. هدول ال 25 جرام اللي موجودين بجسم الانسان تخيلوا انه just 1% out of this 25% نحن بنلاقيه in our blood stream. 1% بنلاقيه بال blood serum, 39% intracellular و 60% in the bones. عشان هيك اللي حكوا انه يس هو له علاقه ب له علاقة أكيد بالعضلات والأعصاب. طلعوا قد 60% نسبة المغنيسيوم اللي موجودة بالبونز, 39% intracellular اللي هي لها علاقة بالإنزيم فانكشنز, لها علاقة بالATP, لها علاقة كثيرة بالنيوروماسكيلر فانكشنز. 1% فقط بنلاقي مغنيسيوم inside our blood. لما نيجي نعمل فحص الدم اذا كانت نسبة المغنيسيوم between 0.8 ل 1.1 ملي مول per liter معناته احنا بالنورمال مغنيسيوم ليفلز, below 0.8 معناته احنا عند deficiency of magnesium. الانتراسيلولر كليرنس اوف مغنيسيوم وين بنلاقيه؟ رح نلاقيه بالدي ان اي, رح نلاقيه له علاقه بالمغنيسيوم اي تي بي كومبلكس بالانرجي اوف ذا بودي, كثير له علاقه بالانزيمز وكمان بالسيلولر ممبرين. بشو بدخل المغنيسيوم بجسم الانسان؟ اذا طلعنا حكينا انه نسبه جدا عاليه موجوده بالبونز, في عندنا stabilization للسيل ميمبرين له علاقة بالكالسيوم انتاغونست, مشان هيك اللي حكى كمان عن موضوع القلب yes it has a correlation لأنه هو it's a calcium antagonist. وكلنا بنعرف إنه البومس والبارس تشتغل بالأحل الترانس الأكشن النيرس أكشن هي عبارة عن كالسيوم شانل بالنهاية. إذا عملنا كالسيوم انتاغونست عم زي كيف نستخدم بالهايبرتنسيف احنا الكالسيوم انتاغونست اللي هم كالسيوم بلوكرز, هنا بنفس الطريقه المغنيسيوم ممكن يشتغل, فهو it might work as a vasodilator وبالتالي بيقلل من البلد بريشر. structural functions بدخل بالبروتينز, بدخل بالنيوكليك اسيدز, بدخل بالميتوكوندريا. influence of enzyme function له علاقه حكينا بالاي تي بي بالانرجي. لو نيجي نطلع على recommended daily magnesium allowance قد ايه RDA recommended للنورمال people, سواء اذا كان على الميل mainly بنحكي على above 18 فاحنا بنحكي عن تقريبا من 400 ل 410 in males, بينما in females they request approximately 360 milligrams per day of magnesium. إذا إحنا عم نحكي على the older age يعني مثلاً نحكي عن 31 ل 50 years old males they need 420 milligrams of magnesium while females they need 320 milligrams of magnesium. إمتى بزيد the demand عند the females؟ بزيد the demand عند the females بحالات the pregnancy. بحالات the pregnancy relaxation the demand للمغنيسيوم بزيد. ممكن جسم الفيميل تعاني من deficiency of magnesium وهذا الاشي بينعكس بالسيمتمز اللي ممكن تشوفها او تعاني منها during the pregnancy. That's why the recommended daily allowance RDA للمغنيسيوم for pregnant women بيرتفع من 320 ل 360 بينما lactating it remains the same. However, still she might suffer from some of the let's say symptoms of magnesium deficiency. طب كيف بنعرف ايش هي symptoms of magnesium deficiency؟
رح أرجع للفود. خلينا نأخذ sentence of magnesium deficiency. Increased need بيزيد النيد للمغنيسيوم بحالات البريجنسي, باللاكتيشن, بحالات الستريس أو السبورت. Reduced intake, non-balanced nutrition والمغنيسيوم poor food, وهذا الإشي إحنا بنعاني منه بحياتنا الحالية لأنه junk food عم ياخد حيز كتير كبير من حياتنا أكثر من ما زي زمان كانوا يستغلوا الهيلثي فود, والأكل كله mainly يكون أكل البيت healthy food, ما فيه هالكم الهائل من الجنك فود اللي عم بنلاقيها بحياتنا اليومية. Impaired intestinal absorption, ناس عندها مشاكل ب gastrointestinal diseases أو drug-drug interaction. Higher excretion بحالات الفيبر, بحالات الدياريا, بيطلع المغنيسيوم من الجسم بكميات أكبر فبالتالي بيعانوا من magnesium deficiency. High alcohol consumption and even diuretic might lead to magnesium deficiency. هل بيعرف إيش المغنيسيوم deficiency symptoms؟ حدا عنده فكرة إيش ممكن تكون ال symptoms of deficiency in magnesium؟ صداع, ألم بالعضلات, اكتئاب, تشنجات, انسومينيا, general weakness and fatigue. الرشفة والوهن, فقدان الشهية. Nausea and vomiting. يس مضبوط, اغلب السيمتمز اللي انذكرت هلا هي فعلا سيمتمز المغنيسيوم ديفيشنسي. اذا عم نحكي احنا على نيوروماسكيولر سيمتمز فاحنا عم نحكي عن ماسل كرامبس. ومين اكثر ناس بيعانوا من موضوع الماسل كرامبس؟ مين هم؟ البريجننت فيميلز, البريجننت ويمن. كيف بيعانوا منها؟ بيعانوا منها كثير. بنسمع انه سبيشلي المنطقه اللي بسموها بطه الرجل بيحسوا انه عن جد في مصر كرامبس, ممكن تفيق بالليل مو قادر تحرك اجرها نهائيا, ممكن تتشنج الاجر لمده 1 minute sometimes, وبتحتاج انها ما تحركها نهائيا عشان تقدر to overcome this challenge actually. مصر تنس, eyelid twitches, في ناس بتصير الايلدز عندهم ترمش بتويتشز بطريقه كثير سريعه. النمبنس اللي هي النمنمة بالأطراف أو tingling in the hands or feet. عندنا كمان بالcentral nervous system nervous disorders, ممكن يصير عندنا unrest, nervousness العصبية, بيزيد التوتر, بيزيد الستريس, بتحس إنه is very fatigue, الجسم fatigue, exhausted. صداع, ممكن كتير يصيب الناس صداع نصفي بسبب نقص المغنيسيوم, ورح نحكي كمان عن correlation between magnesium deficiency and migraine. Sleep disorder, بحس حاله انه هو مو قادر ينام منيح, وكمان في correlation between magnesium and deep sleep. بموضوع cardiovascular, ممكن كثير ناس يصير عندها arrhythmia بسبب deficiency of magnesium, بتزيد دقات القلب, increase in the resistance to blood vessels and blood pressure, كمان ممكن يزيد vascular disorders. طب هل فعليا احنا بناخذ مغنيسيوم بغذائنا اليومي؟ بس انه ايش الأغذية اللي ممكن نتناولها عشان نقدر ناخذ منها؟ هلا اللي جاوب سيجرز شوي, يعني كثير موضوع سيجرز كبير, يعني مش يعني نقص المغنيسيوم ممكن يزيد الكارديك اريثميا, ممكن يزيد الهارت بيت, بس نوصل لمرحله السيجر بسبب نقص المغنيسيوم لا, ابنورمال يعني.
المغنيسيوم احنا بنتناوله بحياتنا اليوميه، ممكن نلاقيه بالموز، ممكن نلاقيه بالدارك شوكليت، بالماي في نسبه مغنيسيوم، الهول جرين، الخبز الاسمر، القمح، الاشياء اللي بنلاقي فيها، البروكلي، السبانخ، النتس، المكسرات كمان فيها نسبه مغنيسيوم. كمان ممكن ناخذها من الاجبان اللي هي زي البارميزان تشيز، التشيدر تشيز، بس هون اذا يعني نحكي احنا 45 ملي جرام بكل 100 جرام، يعني تخيل قد ايه لازم تاكله. فموضوع الوزن رح يلعب دور كثير كبير مع الـ مع الـ مع التشيدر تشيز والبارميزان تشيز والاشياء اللي هي ديري برودكتس. ليتس ساي بالبنانه بتلاقوا 36 ملي جرام بكل 36 ملي جرام in every 100 grams of bananas. الدارك شوكليت فيها كمية كثير منيحة، يعني كل 100 جرام بتلاقوا فيه 228 ملي جرام. فبالنهاية برضو بنرجع بنحكي إنه الأشياء اللي موجودة فيها مغنيسيوم بنسب عالية هي الأشياء اللي شوي بتأثر على الويت بالنهاية، على الوزن. فيمكن الفيميلز رح يشوف الموضوع لا ناخذ مغنيسيوم سبلمنت أحسن. قلت لكم انه في كورليشن بين المغنيسيوم والمايجرين، بين المغنيسيوم اند المايجرين. شو هو المايجرين؟ المايجرين مينلي بيكون اشي يوني لاتر، بيصير بجهه واحده من جسم الانسان او من الراس، اجريميتد باي روتين فيزيكال اكتيفيتي. Sometimes the duration might the duration of the attack ممكن تكون من 4 ساعات ل 72 ساعة، يعني 3 أيام من الوجع المستمر. وممكن فعلا تصير هاي الناس، يعني أنا بعرف ناس بيعانوا من migraine و it's really hard إنه قديه بتكون الأتاكس عليهم صعبة، بيكون مو طايق يحكي معه، الضوء بيضايق، الأصوات غريبة ممكن تضايق. ف it is one of the let's say concurrent بضله متكرر، وكثير الاعراض بتاعته والسيمتومز بتاعته سيئه بالنسبه للبيشنتس. شو السيمتومز اللي بيعانوا منها مرضى المايجرين؟ ممكن يعانوا من نوزيا، ممكن يعانوا من vomiting، depression، irritability، فوتوفوبيا، فونوفوبيا، اوزموفوبيا، اي شيء ممكن. كثير الموضوع بالنسبة لهم معقد بيكون، يعني ضوء بسيط ما بقدر يتحمله. واي ثينك يمكن كثير منا بيعاني من هذا الموضوع، موضوع المايجرين، لأنه بالدراسات الحديثة 15% من البوبيليشن عمرهم من 22 ل 55 سنة they are affected وبيعانوا من موضوع المايجرين. النسبة كل ما عبالها بتزيد، ما بعرف هو بسبب ستريس الحياة ولا ظروف الحياة، بس إجمالا او يمكن طبيعه الاكل واللايف ستايل تاعنا اللي عم بيتغير كل ما عباله للاسوء. فهذا الاشي بيزيد قاعد من الكانسي لهاي الامراض. طبعا الفيميلز بيعانوا اكثر من الميلز كمان بموضوع المايجرين. هو الثيرد موست كومن ديزيز، سيفنث هايست كوز للديسابيليتي وورلد وايد. ممكن ناس يعانوا من موضوع ديسابيليتي بسبب المايجرين. تريجرز عالية للستريس، للس سليب، ممكن sometimes hormonal fluctuations، الالكوهول، قلنا اللايف ستايل تاعنا كيف بناكل. آخر إشي إنه زي ما قلت لكم الـ women هم 3 times more often affected بالمايجرين من المن. لو بدنا نيجي نطلع إيش هي الـ pathophysiology للمايجرين، اللي بيصير انه بيصير في عندنا هايبر اكسايتابيليتي على النيرف سيل. هاي الهايبر اكسايتابيليتي بتعمل اكتيفيشن على التراي جيمينال نيرف. هذا الاشي بيعمل لنا تو اسبيكتس، بين سيجنالز بتكون سند للنيرف سيستم، وانفلاماتوري رياكشن اند دايليشن للبلود فيسلز. فبالتالي بيصير عندنا المايجرين هيك. طيب احنا كيف بنعالج المايجرين بروفيلاكسس؟ في دراسه انعملت على المغنيسيوم فور مايجرين بروفيلاكسس، اخذوا
multi-center placebo control double blind randomized trial ان اخذت ل 81 مريض واعمار هدول المرضى كانت تتراوح بين ال 18 لل 65 سنه. المين اتاك فريكوانسي كان بصيبهم اتاكس 3.6 تايمز بير مانث. ايش عملوا؟ اخذوا بروسبكتيف بيز لاين بيريد ل 4 ويكس من غير اي تريتمنت. بعدين اخذوا اعطوا البيشنت 600 ملي جرام مغنيسيوم ديلي او الجزء الثاني كان عباره عن بلاسيبو لمده 12 اسبوع. شو الانفستيجيشن بارامترز؟ على ايش قاسوا هاي الدراسه اذا نجحت ولا لا؟ كانت على الهيدك داير نمبر انتنسيتي ديوريشن للاتاك قديه كانت الدوز اوف الاكيوت ميديكيشن قديه كانوا عم ياخذوا اكيوت ميديكيشن لما تصيبهم هاي الاتاك. بنعرف انه المرضى اول ما تصيبهم الاتاك لازم ياخذوا الادويه اللي هي بنسميها ممكن تكون انسايتس ممكن تكون الادويه العاديه عشان تخفف شوي من حده الاتاك عليهم. ادفيرس افكت ديورينج الانتاير ستدي اللي هي كانت عباره عن 16 اسبوع. بالاسبوع التاسع للاسبوع 12 الاتاك فريكوانسي كانت صلها ريدكشن بنسبه 41.6%، يعني انت تحكي عن 42% عند البيشنتس صار ريدكشن بالفريكوانسي اوف اتاكس عدد المرات اللي اجت فيها الفريكوانسي. بالمغنيسيوم جروب عن 15.8% بالبلاسيبو جروب، يعني في هيوج ديفرنس للناس اللي اخذوا 600 ملي جرام مغنيسيوم مع الناس اللي ما اخذوا اي نوع مغنيسيوم ثاني. Days spent with migraine and drug consumption, the symptomatic treatment decreased significantly in magnesium. الناس اللي كانوا عم ياخذوا أدوية للمايجرين خفت نسبة أو عدد ال patients اللي أخذوا هاي الأدوية مقارنة بالناس اللي ما أخذوا اللي كانوا على البلاسيبو اللي ما أخذوا أي مغنيسيوم. طبعاً هم كانوا بياخذوا daily 600 milligrams magnesium. On daily aspects. كل يوم لازم البيشنت ياخذ 600 ملي جرام. طيب شو الادفرس افكتس اللي عانوا منها؟ الادفرس افكتس كان في عندنا نسبه عانت من دياريا نسبتها كانت 18% من الناس اللي اخذوا مغنيسيوم صابتهم دياريا وغاستريك اريتيشن 4%. طب مشان هيك بدي احكي لكم شيء ثاني عن المغنيسيوم مع انه احنا حكينا عن هاي الادفرس افكت اللي هي دياريا. الناس في بعض الاشخاص بيستخدموا المغنيسيوم از لاكساتيف اذا بيعانوا من كونستيبيشن او عندهم مشاكل اجمالا بالمعده وكونستيبيشن عاليه ممكن انهم ياخذوا المغنيسيوم ك ون اوف ذا برودكتس اللي بيحسن من الستريس وبيحسن من الانكزايتي وبيحسن من المسل كرامبس اللي ممكن تصيبهم وبنفس الوقت لانه له سايد افكت اللي هي الدياريا هو ممكن كمان يحسن من حركه الامعاء وممكن البيشنت يحس انه اخذوا ازلاتيف او عشان يمشي معدته. So من هاي الدراسه بنستنتج انه احنا we need 600 ملي جرام اوف مغنيسيوم اون ديلي بيربس اذا كان المريض بيعاني من مايجرين وعشان يحس بالبست افيكسي بنحتاج من 9 to 12 weeks of daily use للمغنيسيوم عشان المريض يخف عنده الانتنسيتي والفريكونسي اوف اتاكس. إذا المغنيسيوم has a direct correlation مع مرضى المايجرين إنه هو بيقلل the frequency والintensity of attacks. How can we overcome magnesium deficiency? Overcoming magnesium deficiency ممكن يكون عن طريق أكثر من إشي. أول إشي ممكن نحسن وأكيد هذا الإشي لازم نعمله بي. مش بس عشان المغنيسيوم عشان all our life إنه إحنا نحسن من lifestyle تاعنا نحسن من طبيعة أكلنا ونستعمل الأشياء الهيلثي اللي بتساعد جسمنا إنه to overcome all the للأسف الأشياء اللي بنعاني منها من تعب من exhaustion طبيعة أكلنا غلط، طبيعة حياتنا، السهر، كل هاي الأشياء بتأثر فرشور بتأثر على بنيتنا الصحية وعلى أجسامنا. لكن إحنا كمان ممكن ناخذ مغنيسيوم سبليمنتيشن. ممكن ناخذ بايلكترا مغنيسيوم واللي هو أور برودكت. بايلكترا مغنيسيوم هو إتس جيرمان برودكت لشركة اسمها هيرمس أرزنمنتل.
بايلكترا ماجنيسيوم بيجي بـ two forms. ممكن يجي as a direct sticks اللي هي disintegrated granules بتدوب لحالها مجرد ما حطت على on our tongues. Available as a 300 milligrams magnesium. وفي عمل effervescent form اللي هو 243 milligram magnesium. شو الميجر indications اللي ممكن ناخد فيها المغنيسيوم؟ أكيد for muscle cramps زي ما قلنا كمان ال pregnant females بيعانوا كتير من هذا الموضوع. Dysmenorrhea, painful period. كتير في females بيعانوا من painful period و dysmenorrhea. هلا لأنه هو it's a calcium antagonist فهو بيشتغل إنه يعمل relaxation لأنه الكالسيوم نعرف إنه الكالسيوم بس بيساعد بالcontractions. So لما يشتغل as a calcium antagonist هو رح يعمل relaxation للmuscles رح يعمل للانقباضات اللي بتحس فيها female during her menstrual period. Migraine prophylaxis هو بيخفف ال intensity and the frequency of attacks if given as a 600 milligrams magnesium per day. So نحن ممكن ناخد 2 sticks of bilectra magnesium in direct form for migraine prophylaxis purposes. Stress with sleep disturbances. Magnesium كتير بيساعد البيشنت انه ينام منيح ويحس بي يفوت بديب سليب. الفرق بين ايش يعني ينام منيح انه لازم الشخص لما يجي ينام يفوت بديب سليب. اذا قدرنا نفوت هاي الستيج اللي هي هاي تسمى ستيج 4 out of the sleep معناته البيشنت قدر فعلا انه يريح اعصابه وكل جسمه in general ويقدر يفوت في الديب سليب وينام منيح. عشان هيك دائما وي بريفير انه المغنيسيوم يتاخذ ات نايت عشان يساعدك انه تفوت في الديب سليب وتحس انه احنا انت نايم بعمق. Improving the glucose profile with blood pressure levels. It has an aid انه قلنا بالblood pressure هو calcium antagonist بالنهايه calcium channel blockers they work بيشتغل على الكالسيوم تشانل بيعمل بلوك على الكالسيوم فبالتالي بيعمل ريلاكسيشن فبالتالي بيعمل فازو دايليشن از ا ريزلت بيصير عندنا بينزل بيعمل لورينج بالبريشر ليفلز بالمركوري ليفلز. هلا اللور بالمركوري ليفلز هون احنا ما بنحكي انه هو بيشتغل زي التريتمنت للهايبرتنسيف ايجنتس هو ممكن يكون اد اون لبعض البيشنتس او للناس اللي عم تدخل بمراحل هايبرتنشن بس ستيل هي على البوردر لاينز اللي احنا وي كان مانج ثرو. اول شيء نغير اللايف ستايل وممكن نعطي المغنيسيوم از ان ايد انه يساعد في اللورين لل يساعد بلورين الليفل اوف زكريا من عندك مو من عندي مش عارفه في ايش عم بيصير على السلايدز. لا دكتور انا من عندي هو في مشكله يس بالسلايد بس انا ما عم بعمل شيء اوكي هيك ثبتت تمام دكتور اوكي فهو ات ايدز بموضوع البلاد بريشر للناس اللي بيكونوا مش هايبرتنسيف يعني هم على البوردرز او احنا بدنا نعملهم نيو لايف ستايل حسب اللايف ستايل تاعهم حسب طبيعه اكلهم وكمان نساعدهم انه ينزل المركري ليفلز او البلد بريشر ليفلز بس اتس نوت ا تريتمنت اتس ان اد اون تريتمنت. بموضوع الجلوكوز بروفايل هو بيساعد مرضى السكر اللي بيعانوا من دايابيتس تايب 2 او بري دايابيتك بيشنتس نفس الشيء بيساعد انه يقلل من هاي المشكله عند البيشنتس اللي بيعانوا من انسولين. لما نيجي راح نحكي عن البايلكترا ماجنيسيوم زي ما قلت لكم هم بيجوا ب 2 دوزج فورمز بيجي بعنا الدوزج الاولى اللي هو الديس انتجريتد جرانيولز باودر الديزولفز الون على التونج. الحلو فيها انه بتيجي كل ستيك لحالها بتقدر تاخذها معك وين ما بدك. بليزنت اورنج تيست ما فيها شوجر فري ما فيها جلوتين فري لاكتوز فري. ممكن الناس اللي ما بيحبوا ياخذوا شيء مع مي مثلا ممكن ياخذوها. الناس اللي براكتيكال بدهم اياها معهم برا البيت مثلا الاثليتس الرياضيين كثير بيعانوا من موضوع المغنيسيوم ديفيشنسي والمسل كرامبس سو ذي نيد ات افري تايم. وفي الافورفيسنت فورم اللي هو بيجي ليمون تيست فورم
fast acting طبعاً البيو availability عالية للتو فورم سواء كنا عم نحكي عن الأورال دوزج فورم أو كنا عم نحكي عن الإفيربسنت فورم. الأولد إيج بيشنتس بيكون عندهم مشاكل بالسوالوينج سو maybe they prefer أكثر إنهم ياخدوا الإفيربسنت فورم اللي هو الفوار. بيجي عندك الليمون كمان هو شوغر لاكتوز وجلوتين فري. أنا ما حبيت أطول السيشن عليكم خصوصي إنه إحنا بنحكي على مغنيسيوم. المغنيسيوم إيدز هي فعلاً كتير عالية، شفنا كتير بالكورونا إنه فعلاً البيشنتس كانوا بيعانوا من ستريس عالي من أنزايتي عالية. المغنيسيوم هذا الإيد حتى بموضوع الناس اللي كانت بتعاني من الكورونا نفسها، في كتير ناس كانوا بياخدوا مغنيسيوم ليخففوا الستريس تاعهم من خوفتهم من المرض نفسه كمرض. بيساعد كتير انك تفوت في ديب سليب. هاي افيكاسي فعلا ريكومندد ان الناس تاخذ مغنيسيوم وتقيس المغنيسيوم ليفلز ان ذير بلود وقلنا انها من 0.8 ل 1.1 بلو 0.8 بيكون في عندنا مغنيسيوم ديفيشنسي. ما بعرف اذا حدا عنده اي سؤال على المغنيسيوم ان جنرال على البايلكتر مغنيسيوم ان سبيسيفيك. يعطيك ألف عافية دكتورة. الله يعافيك. والله محاضرة صراحة كانت جدا شيقة وأنا جدا مبسوط إنه قدرنا نستفيد شوية من علمك وخبرتك صراحة عن المغنيسيوم، خاصة إن المغنيسيوم يعني شغلة كثير مهمة والناس يعني ما بتعطيها أهمية. فخلينا هسا نشوف إذا في أي حدا عنده أسئلة يكتبهم بالكومنتس وإن شاء الله الدكتورة حتجاوب عليهم كلهم. يعافيكم، thank you. هاي دكتورة في الكويستشنز، في دانا أعطت كويستشن، في ضرر المريض يأخذ مغنيسيوم بدون ما يفحص؟ هلا ما بدنا نحكي إنه في ضرر. هلا بدي أحكي لك إنه إحنا أصلاً الـ RDA لإنه نأخذ مغنيسيوم تقريباً بين لنقول 300 لـ 420 ملي جرام بير داي، وقد ما إحنا عم نأخذ مغنيسيوم من الأكل، بس أنت قد ما أخذتي المغنيسيوم ما عم بنوصل الـ RDA بأكلنا وبهاي الأشياء. هلا إذا الشخص حس إنه هو عنده الأعراض أو السيمتومز لنقص المغنيسيوم سواء كان من صداع ولنحكي أكثر من عارض بنفس الوقت، وجه يفضل إنه يفحص المغنيسيوم بعدين يأخذ المغنيسيوم. هلا ما في دائماً إحنا بنحكي الفيتامينز إن جنرال، للأسف الشديد إنه الناس صارت تأخذ الفيتامينز من دون ما تستشير أو ترجع لطبيب أو أي شيء. لا، إحنا بنفضل دائماً إنه إيش ما كان الفيتامين إنه لا يفضل إنك تستشيري الطبيب أو تعملي فحوصات معينة قبل ما تأخذيها. لكن إذا صار في عنا أكثر من عارض، فأنا يمكن بفضل إنه ممكن نأخذ المغنيسيوم ونشوف إذا تحسننا أو لا. يعني بالنهاية الشخص بحس بحاله بيعرف أعراضه، يعني وجع العضلات وجع المفاصل هذا الإشي إشي كثير كلنا صرنا نحس فيه، إنه بتحس إنه والله إجريك تعبانين. الناس بتقولك لا ممكن فيتامين دال، فعلًا فيتامين دال كمان ممكن يعمل. لا، يفضل دائمًا إنه نقدر نعرف إيش الأساس لهاي المشكلة تاعتنا. فذاتس واي يس أنا بفضل إنه تستشيري الطبيب أكيد. دكتورة في كمان سؤال بالتشات كاتبينه أيام شلو، بس كان السؤال إنه في ما فهموا كيف المغنيسيوم بيعمل أريثميا. نقص المغنيسيوم بيعمل أريثميا. يس. نقص المغنيسيوم بيعمل أريثميا أو بيعمل بيزيد بدقات القلب شوي. ممكن نقص المغنيسيوم لأنه بالنهاية قلنا إنه هو مصر ريلاكسنت. الأريثميا هي عبارة عن إنه رح تزيد عندك دقات القلب، رح تزيد الكونتراكشنز، فهذا الإشي الهارت بيتس والإنكريز هذا ممكن يعمل أريثميا. إذا بدي أفرجي يعني ما إحنا هون بنقدر نعمل شير سكرين أو لا، ولا لازم أنزل إشي صح؟ لا، المفروض دكتورة المفروض إنك تقدري تعملي شير سكرين. تبدأ الله يبص أشوفها بعد إذنكم. يس دكتورة، في فوق جنب السلايد والكاميرا في البلس هناك في موجود واحدة من الأوبشن إنه شير سكرين. أوكي.
هلا في كورليشن عالية بين المغنيسيوم وإشي بنسميهم الستريس هرمونز. حدا بعرف شو هم الستريس هرمونز أو يعني إشي من الإكزامبلز على الستريس هرمونز؟ دكتورة الستريس هرمونز أعتقد زي الأدرينالين مثلاً؟ هلا الأدرينالين هو يعني الستريس هرمون مش الأدرينالين النقيض لنقول زي الكورتيزول. الكورتيزول هو واحد من الستريس هرمونز. هلا هاي الستريس هرمونز هي بتساعد كمان إنه بتأثر شوي على كمان الأريثميا وعلى الهارت بيتس وعلى هاي على كمان السليب ديس أوردرز. يعني هي كورليشن ما بتقدر تيجي تحكي إنه إشي واحد هو اللي بيعمل الأريثميا، لا هي أكثر من كورليشن تقدر تكون مع بعض وبيأثر إن جنرال على الأريثميا. واحد من هاي الكورليشن هي الستريس هرمونز، بيعمل ديكريز بالبلد بريشر وبتعمل باور أند فريكونسي أوف هارت بيت لانه ريدكشن على ريليز للستريس هرمون. فذاتس واي ات هاز ان ايد على الاريثميا او الهارت بيتس. كالسيوم مع الكونترا انديكيتد يعني مغنيسيوم. ما فهمت السؤال هيا دكتوره، يعني مغنيسيوم مع الكالسيوم كونترا انديكيتد بلوكرز؟ لا هم مش انديكيتد. لا استني، هلا الجسم بيحتاج كالسيوم والجسم بيحتاج مغنيسيوم، تمام؟ هم مش كونترا انديكيتد. هلا الكالسيوم كمان ما ننسى انه الكالسيوم دخل بالعظام، 90% من جسم الانسان كالسيوم، يعني نسبه كثير عاليه من جسمنا عباره عن كالسيوم اصلا. هلا هو كالسيوم انتاجونست على الاماكن اللي لما يصير فيها ديفكت بيشتغل عليها. يعني اذا شخص بيعاني من هايبرتنشن لنقول اوكي، او عم بتزيد عنده، عم بيصير عنده شويه هايبرتنشن، شو اللي بيصير لما بياخذ المغنيسيوم؟ رح يشتغل على الكالسيوم شانل، اوكي، رح يعمل بلوك على الكالسيوم هون. بس هو هذا لا يعني انه انا والله شخص بيعاني من اوستيوبروسيس ما ياخذ كالسيوم لانه انتاجونست مع المغنيسيوم. لا، انت الكالسيوم it is needed for the body. It is needed for the bones. It is needed for in general يعني للجسم بشكل عام. بس إذا أنا عندي مشكلة بدي أعالجها بالمغنيسيوم، هو رح يشتغل على هاي المشكلة، بس مش رح يكون كالسيوم أنتاغونست لكل الجسم بالنهاية. يعني depends وين بيحتاج الجسم رح يشتغل عليه. هلا في إشي بالشات، في إشي بالكيو إند إيه، مش بحاول انا الحق معاكم، هي اول مره افهم هيك الموضوع شوي. انت حاليا دكتوره مجاوبه على كل الاسئله، يعطيك الف عافيه. بس خلينا نشوف اذا اي حدا غيرهم عنده اي سؤال، اي استفسار عن المغنيسيوم. بدوي سؤال المغنيسيوم مع الكالسيوم، هذا كثير كنا نسمعه السؤال، انه هل فعلاً المغنيسيوم والكالسيوم ما بيتاخذوا مع بعض؟ لا، انت تقدر تاخذ الكالسيوم مع المغنيسيوم مع بعض، بس هو رح يشتغل على الكالسيوم شانلز. هو له طرق شغل ثانية بالأول، يعني ممكن يشتغل على NMDA. في أكثر للأمان، في أكثر من شانل للمغنيسيوم إنه بيشتغل عليها، وفي أشياء هي مش مثبتة 100% لكن هي متوقعة إنه هو بيشتغل بهذه الطريقة. لكن الشيء الاساسي انه هو بيشتغل على الكالسيوم شانل بلوكرز، ذاتس كالسيوم شانل بلوكس ذا كالسيوم شانل، ذاتس واي هو بيقيله ريلاكسينج لنقول ريلاكسيشن، بيعمل ريلاكسيشن للمسلز، ريلاكسيشن فبالتالي بيعمل فازو دايليشن بحالات البيشنتس اللي بيعانوا من هايبرتنشن. يعني دكتوره بالنسبه للكالسيوم شانل بلوكرز، الكلاس تبع الادويه الكالسيوم شانل بلوكرز عادي تنعطى مع المغنيسيوم ما في مشاكل؟ احنا ما بنيجي بالتريتمنت، التريتمنت از تريتمنت. مريض عنده هايبرتنشن باخذ ادويه زي كالسيوم شانل بلوكر، هذا شيء ثاني. المغنيسيوم اتس ان اد اون. بالنهايه اي ريجستريشن للمغنيسيوم هو رح يكون بكاتيجوري فيتامينز اند مينرالز. انت عم تحكي عن فود سبلمنت، عن فيتامينز اند مينرالز، شيء يعتبر اد اون بيساعد
لكن هو مش العلاج. فهمت عليك دكتورة. It's a synergistic action. Yes, it will give you a synergistic action. بس هو مش ال 100% cure تاعك. في دكتورة كمان بالتشات أسماء أعتقد جاوبتي هذا السؤال إنه إذا بينفع أخذ المغنيسيوم بدون فحص. ما رح يكون تأثير قوي إنك تأخذيه بدون فحص أو لا، بينفع تأخذيه بدون فحص، لكن اللي يفضل إنه تراجع الطبيب وتشوف السيمبتومز اللي بتعاني منها. إذا كانت سيمبتومز ريكرنت، هلا ممكن يجي حدا على الصيدلية يقول إنه والله أنا بعاني، أنا ما بنام منيح، بدي أنام منيح، بدل ما أروح أعطي أدوية تكون هاي الأدوية مثلا شوي لها علاقة بالناركوتكس أو الأدوية اللي إحنا ما بنفضل إنه نبلش فيها. بس وين إنه تجيب مغنيسيوم مثلاً at night، يجرب البيشنت إذا ارتاح، ذا فات في deep sleep، نام منيح، خف الستريس والأنكزايتي عنده ولا لا. تمام التمام دكتورة، يعطيكي ألف عافية. الله يعافيكم، شكراً كثير لكم. أي حدا عنده أي سؤال أي استفسار عن المغنيسيوم؟ I think دكتورة هيك ما حدا عنده أي سؤال جديد، وأعتقد أنه صراحة بمحاضرتك غطيتي على كل إشي، أي سؤال ممكن ينطرح غطيتي عليه. صراحة يعطيكي ألف عافية دكتورة. باسمي وباسم جميع جمعية طلاب الصيدلة حابين نشكرك جدا بوجودك معنا، نحن كثير صراحة متشرفين بوجودك معنا، وقدرنا نستفيد شوي من خبرتك وعلمك صراحة. يعطيكي ألف عافية دكتورة، وحبيت كمان أشكر جميع الحاضرين المهتمين اللي إجوا حضروا هاي السيشن، وإن شاء الله دكتورة نطلع مستقبلاً يكون في بيننا وبينك وبين مستودع ثلاثي نظر ثلاثية الأبعاد، أنه يكون بيننا تعاونات إن شاء الله لقدام، كمان لسيشنز لقدام، لإيفنتات لقدام إن شاء الله. فبشكرك دكتورة باسمي وباسم جميع جمعية طلاب الصيدلة. وأنا كمان بشكركم كثير، thank you so much، ويعطيكم ألف عافية، وموفقين أكيد بحياتكم العلمية والعملية لاحقاً إن شاء الله. بالتوفيق للجميع، شكراً لكم. يعطيك ألف عافية دكتورة، وشكراً لك. يعافيكم.